عدنا لكم من جديد يا شباب في لعبة ماشينيكا. اسمها ماشينيكا اصلا مش ماشينكا بس ايش تاني. عدنا اليكم عدنا اليكم من جديد من جديد ولا من جديد من جديد ولا من جديد. المهم اللعبة عجبتني بصراحة فانا عايز اكملها، عايز اشوف اخرها ايه بصراحة، فعشان ما نضيعش وقت كتير نخش كده في السريع. المرة دي المايك متهيألي صوته احسن من المرة اللي فاتت، لان يعني المرة اللي فاتت كان صوته بايظ خالص. في حاجة هنا يا صاحبي، في لوك ماشي، مش حتى ارقام حتى. اجيبك ازاي بقى يا صاحبي؟ انا شايف هنا حاجه تحت اهي، افتح. اوكي مفتاح. عجباني كل حاجه بس حوار اللي هي بطيئه دوت مقرف قوي بصراحه. الكنترولز بتاعتها بتاخد وقت يا اسطى. ان انا احرك المفتاح ده برضه حاجه ساد. اوكي small pyramids. اوكي والنوت ارجع كده، النوت دي اكيد فيها ايه؟ مش محتاجة حاجة يعني. واحد اتنين اتنين تلاتة سبعة. اوكي بس واحد اتنين اتنين تلاتة سبعة easy. مش عارف بقى الهرم ده لسه عامل بيه. شابتر 4. انا مش عارف هي كام شابتر اللعبه دي. يا ترى يا هل ترى كام شابتر؟ ما تروتيت كده يا صاحبي ولا اي حاجه، ما تجيب لنا الظهر. اوكي الستون ده نعمل بيه ايه؟ ايوه ما هو البيراميد ده انا عايز اعمله صح. ايوه كده انا عايز ادورها من ساعتها. ماشي شكلها ايزي بازل. يلا يا صاحبي اللي بعده. اوكي دي فتحت دي، انا عايزين الهرم. خد يا اسطى الهرم بتاعك، خد يا اسطى البتاع، خد يا اسطى. بعمله دبليكيت. طيب اه وادي الهرم. ديت جنب واحد. دي ما بتتحركش. اوكي فانا عايز واحدة هنا اساسي. نيفر مايند هي اتعملت اصلا. لسه قاعد بفكر فيها، تلاتها جت كده بالهاب دي كده لوحدها. نايس بيجنرز لك. افتح يا صاحبي، افتح يا صديقي. عم نعوم ده افتح. اوكي اللي قدام ماشي، مفيش حاجة. اه لازم احرك دي. اللي بعده مور بازلز. ايه شكلها تاخد وقت دي. ماشي محتاجين نوصل اللايت دوت لغالب هناك. دي كده صح، دي كده مش صح، دي كده صح. لا في حتة ما جتش. لا كده صح، لا مش صح. ساد يا اسطى. دي كده صح. نيفر مايند مش عارف اجيبها يا اسطى. برضه غلط، برضه غلط، برضه وفي جنب احنا مش عايزينه خالص اصلا. خد يتحط هنا. ايوه استنى كده بس معلش كده اللي تحت كده صح يا اسطى. يا اسطى مات مات. بص هو اللي تحت كده صح، عايز بقى اظبط اللي فوق دي. هي اللي كده تمام؟ لا مش تمام. الأرض لسه مش مظبوطة. 2 hours later. في حاجة ناقصة هنا ولا إيه متهيألي؟ أصل هو دي مقفولة كده تحت. أنا مش هحتاج إن أنا أحط هنا حاجة غير دي.
راحت فين؟ الليل مقفولة. اللي هي دي كده مثلا. اوه ماشي. هي اصلا مش زي اللي كانت في بالي خالص، اللي هو ايه ما مش هي خالص، بس عشت يعني. مش عارف هي ماشية ازاي دلوقتي. اوه مور بازلز، نايس. المفروض اعمل ايه طيب؟ المفروض امشي على الخطوط دي يعني؟ اوكي. ولا اي حاجة. خلني اقلق. وعايز النور ده تعالي يجي. خش بالبازلز يا اسطى. لهوي ده كده عظمة قوي، ده كده عظمة قوي. ابدا هنا متهيألي. ماشي، تانية تحت. المفروض نوصلهم ببعض بقى متهيألي يعني. فاحنا هنجيب دي كده. انا عايز دي تيجي هنا. و اوكي ودي هنا صح كده. ايزي ايزي. احسن حاجه اللي بقولك ان دي روك يعني صخره، بس هتلاقي تنين مجنح في الاخر. تفتح يا صاحبي. يمكن عايزينهم من نفس الخط. طيب اوكي اوكي مور بازلز. نعمل دي ناخد ديت نعملها دبليكيت. خد دبليكيت يا صاحبي. مش فاهم. طب ما اللونين زي بعض اهو. انا مش فاهم بصراحة البازل دي ايه الكلام. طب عامل ايه طيب؟ ازرق او احمر. ماشي، وانا بحرك الكرة وخلاص. ما حدش سألني بقى انا بعمل ايه بصراحة عشان مش فاهم. جبناهم كلهم متهيألي. اوكي اصفر. اوكي متهيألي لازم اجيب الالوان كلها، اللي هو مش عارف هنا ازرق وهنا احمر وهنا مش عارف ايه عكس يعني مع بعض. انا قعدت اهبد يعني. ايوه موقف بقول لك يطلع تنين مجنح في الاخر. بس بسرعة في وشنا الوجه. مات الراجل خلاص. ريكورد مريض امان مريض داز وات داز باور. اوكي بقول لك فيها انرجي كتير بس مش عارفين هي بتاعت ايه يا اسطى. بقول لك يا اسطى سلاح يا اسطى. اللي بعده جي جي ايزي جيم. الا هو على البوكسنج يا جدعان. هات يا اسطى النوت يا اسطى. ما يوزلس نوت. افتح لوك. في حاجة هنا؟ مش حاجة هنا؟ في حاجة هنا؟ في حاجة هنا؟ 1 3 5 9. اوكي وجاب لي المفتاح هنا. 1 3 5 9. افتح سام سام ايزي. لا يا صاحبي في درج مخفي هنا يا صاحبي. مش الكلام ده. افتح تاني يا اسطى. صديق. ماشي سيكريت نوت. اوكي افتح يا اسطى وريني يا اسطى. 1 8. ايوه 1 8 اللي ايه
سبعة تمانية ستة واحد. أوكي سبعة تمانية ستة واحد. إيه يفتح ولا إيه بتاع دوت عقد ولا اسمه إيه بيسموه اللي بيلبسوه ده؟ شابتر 5. اوكي يا شباب هنوقف الفيديو هنا عشان بس ما عادش عندي وقت ان انا اكمل تصوير اكتر من كده، فهنوقفه هنا ونكمل في الحلقه الجايه يا شباب. بيس. انو